السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله تكونوا بخير ومهنيين وبصحة جيدة. اليوم خياتي عندنا فيديو متنوع، أنا رايحين نروح نضيفه ونشوفه واش أنا رايحين نشاركوا في هذا الفيديو. بصح قبل خلينا نتعرفوا على هاد الكسارن اللي راكو تشوفوا فيهم. هاد الكسارن اللي بزاف بزاف شابين، هادوما الماركة تاع بي بي اف. هاد الكسارن تاع الحليب جايين ثلاثة، بالكبيرة للصغيرة. شوفوا شحال شبان، اللون تاعهم كما قلت لكم أحمر، جايين تقال بزاف بزاف ممتازين. هاد الانواع تاع الكسارن اللي تصيبوهم ما يلصقوا ما والو، ممتازين خياتي. هاد الكسارن راهم متواجدين في عند لا كازا دالجيري. شوفوا النيميرو تليفون تاعهم راهو خارج لكم على الشاشه، والمعلومات تاعهم باذن الله سواء السيت ولا الصفحه ولا الانستغرام. تشوفوا لي برودوي اللي عندهم وحاجات بزاف بزاف اكو رايحين تكتشفوهم كي تدخلوا صفحاتهم. هاد الكسارن تاع الحليب يديروا خياتي 490 ألف. عند عندنا منايا هاد الكسكسيه تانيت اللي جايه تحفه. شوفوا شحال شابه، الانوكس تاعها شباب، اللون تاعها بلا ما نقول لكم شباب راهو قدامكم، وانا عندي ضعف قدام الحاجه هكذا الحمراء. هاد الكسكسيه الله يبارك، الحجم تاعها ممتاز. هذه هي ترفد 6.8 لتر، معناتها ماشي هذيك الكسكسيه اللي تقعدوا يا لو كان هكذايا يجيكم ضيف تقعدوا تفوروا وتعاودوا ليكم حتكفيكم، وحتى ولا جاكم واحد زايد حتقدروا طيبوا فيها وترفد خير وبركه. هاد الكسكسيه خياتي دير 790 ألف، متوفره عند لاكازا دالجيري. واللي حبت تشري هاد الكسكسيه زائد الكسارن عندها توصيل تاعها مجاني لغايه باب المنزل، والدفع رايح يكون عند الاستلام. شوفوا خياتي شحال ثقيله، صدقوني والله العظيم غير تقولي طاجين، ماشي هكذا يا قدره وما تلصقش. هذا النوع انا كان عندي منه ممتاز ممتاز، يعني كي تستعملوها ما راكوش رايحين تندموا عليها، تفنى معاكم. حتى هذاك الاحمر تاعها ماشي النوع اللي تكرط ولا هذاك اللون اللي يبهت. عندها منه هاد اليدين تاع السيليكون اللي راكو تشوفوا فيها، باسكو عندنا اليدين تاع القدره منها ليها. حتى ولا كانت رافده هكذايا مرقه بزاف ولا كانت فيها كميه كبيره، ما نخافوش هذوك اليدين يطيروا منها. من بعد كي نروحو نرفدو لصقوهم هذوك اليدين تاع السيليكون هكذايا بكل سهوله، وترفدوا القدره والكسكاس تاعكم وما تخافوش كامل تتحرقوا. خياتي كما راكو تشوفوا هامليك الكراطن تاعهم، وهامليك المقاسات تاع القدره والكسكاس ولا تاع الكسكاس منايا. وهذوك الكسارن نفس الشيء، شوفوا شكلها شحال شباب وانيق. كما قلت لكم هاد المنتوجات راهم متوفرين عند لاكازا دالجيري، اللي دائما راهي توفر لنا الحاجه الشابه اللي بطبع وشان اللي ترضي حاجه بين هذاك الزبون اللي راهي مهتمه بهاد القدره والكسكاس. كما قلت لكم نيميرو التليفون راهو خارج لكم على الشاشه باش تطلبوا المنتوج. مكملين خياتي في الفقرات تاع الفيديو تاعنا، ونبداو نروحوا ضياف. نروحوا هنايا باش نجوزوا هاد اليومين اللي كانوا دراري ما يقراوش، شغل غير خرجوا هذوك دراري من المسيد. هيا رفدنا روحنا ورحنا. كيما راكم تشوفوا هنا جزنا للسبيغات انا واختي، قضينا الحاجات اللي هكذايا نسحقوهم. على بالكم باللي اختي راهي في العده، ان شاء الله ربي كيما نقولوا يقدرها على ما ابتلاها رب العالمين. ان شاء الله رب العالمين يعوضها ولا ياجرها خير في مصيبتها، قولوا امين يا رب العالمين. واي وحده ربي ابتلاها بحاجه ان شاء الله رب العالمين كيما نقولوا يرزقها هذاك الصبر باش تقدر كيما نقولوا تجوز هذاك النصيب اللي قسمه لها رب العالمين. على بالكم باللي السيده حبيت ندخل لكم هنا في موضوع، كي تكون هكذايا شغل في العده ولا ما راهيش حتقدر تخرج غير لهذا دوك الاسباب يعني الضروريه، كي يكونوا عندنا اهل ولا اقارب ولا حتى جيران. يا سيدي ربما يكون هذاك الانسان عنده دراهم ويقدر يشري، يقدر يقضي الحاجه اللي يحبها. بالمقابل كاين ناس ربما ما تقدرش تشري حتى خبزه. هنا يا خياتي يعني ما نوري لكم جمي، بصح انا نحب نهضر في كامل الامور اللي رانا عايشينهم. انا راني نحكي لكم من الواقع، كاين الناس ربما ما عندهاش كيما نقولوا باش تشري حتى خبزه. هذاك الراجل بالك خدام نهار بنهارو، ربما كان يدخل هذاك القوت اليومي فقط، معناتها كيما نقولوا عاش مكسب ومات ما خلاوش. راهو رايح هذا الانسان كيما نقولوا يخلي لهاد المراه اللي راهي في الدار، راهي كيما نقولوا بالاجر ان شاء الله راهي في العده تاعها. وكاين الناس ثانيت عندهم باش هكذايا يشريو، بصح محتاجين هذاك الونس كيما سبق وهدرنا في هذا الموضوع. حتى ولا هكذا كانت عندنا جارتنا ولا في الحومه ولا نبعث وليداتنا يروحوا يشرو لها الحاجه ما فيها حتى حاجه، الخير مليح ونديروه قد ما نقدروا. هنا ما راناش نهضروا باش نمنوا ولا نقولوا ديروا الخير، ولكن نذكروا كيما نهضروا في الحاجات كامل. هذا موضوع يعني كيما نقولوا
يوالم الانسان يهدر فيه، معناتها هاد المخلوقه اللي راهي في الدار راهي كيما نقولوا حتى ولا جينا ونحينا لها على خاطرها نخرجوا هكذا، ينفقدوا الاهل تاعنا الحباب تاعنا، الا شفنا هذاك الانسان على بالنا مقدور المادي ما يقدرش نقضيو له من عندنا. شفتي روحك حتى انت قيسك وقيس روحك، ديري الحاجه اللي تقدري عليها. واش عليك كي تبعتي وليدك يعني تكون هاد المراه ما عندهاش الوالي، خاصه دوك راكو تشوفوا حتى هذيك القطره تاع الماء راهي عزيزه هاد المراه، يعني واش هي حد مسكينه تقول لك كيما نقولوا المصيبه اللي راني فيها وما نصيب لي شري لي ما نصيب لي يقضي لي، يعني شغل هذاك. خلت واحد النهار واحد الاخت تعليق قالت المر مره الموت مره عفوا، قالت لي ولكن انا زوجي خلاني يعني ما حرتي لا نبكي من الموت ولا نبكي من قله الشيء، خبزه ما عنديش باش نشري لها صراحه، كي نسمعوا باش نشريها كي نسمعوا هكذا خياتي قلبنا يوجعنا. وراهم هاد الاهل وراهم هاد الجيران وراهم هادو الناس الخير اللي تشوفي مراه راهي هكذا قاعده وحدانيه وتعرفي قالت حارتنا ضيقه ونعرفوا بعضنا، هاد الجاره اللي قدامنا ولا الاهل ولا، يعني صراحه شي يوجع القلب كي ما يفاقدش واحد اللي قريب ليه ولا جاره ولا تاع. صح نقولوا الدنيا ما راهيش بخير، نهدر ونعاود، انا نحب نذكر واللي يحب ياخذ بالنصيحه زين يا مليح، واللي ما حبش ياخذ بالنصيحه واش عليه، دي الحاجه اللي تخرج عليه. ولكن انا شغل كصوتي مسموع هكذايا وقناتي راهي كيما نقولوا الناس الحمد لله تشوفها، انا نقول لك اللهم اني بلغت، انا نهدر الحاجه اللي نحسها والحاجه اللي نحب نديرها في حياتي، اللي قدر يطبق طبق واللي ما قدرش يطبق ربي يهديه ان شاء الله ويدير الخير يلو كان بالقليل. الدنيا هذه والله ما فيها حتى حاجه، اليوم رانا هنا غدوه ما على بالناش واش كاين، يسعدك يا فعل الخير. المهم الموضوع هذايا راهم متشعب وطويل بزاف، على بالي كاين حساسيات في هذه المواضيع، كاين ناس تهدري لهم هكذايا موضوع شغل يتغسلوا يقول لك فلان دير فيه الخير من بعداتك من بعد راهو رايح يرجع لي شر، اللي يدير الخير يدير لنفسه هو. على بالي كاين الناس والله ما يتمر فيهم الخير، انا راني عايشه في الجزائر ماشي في بلاد واحده اخرى، على بالي كاين الناس قد ما دير لهم المليح يردوا لك ماشي مليح، خير يرفدوا روحهم شويه خلاص ينساو كلش. بصح واش نديرو حنا، رانا نديرو لينا حنا، نديرو لقبرنا، نديرو نتصرفوا باخلاقنا، هذا هو اخلاق المسلم هذاك الانسان الطيب. وان شاء الله رب العالمين يحطنا في محاضر الخير، هذا مكان اللي يقدر يغمض عينيه حتى ولا انسان اداه ودالو المليح والله العظيم ما راهو رايح يخسر، كونطخيغ الا ما ربحش في هاد الدنيا حيخرج سالك، ما كاش كيما النيه وما كاش كيما القلب الصافي والطيب. الله يوسع لنا الخواطر قد البحور، قولوا امين يا رب العالمين. المهم وصلنا كما كشتو بعد ما دخلنا هذاك القضيان تاعنا وحطيناه كامل هكذايا في بلاصتو، كل حاجه كل وحده واش دارت هكذا يا خواتاتي، كانوا بنات خالتي بناتها، بنت خالتي بناتها، كانت اختي تانيت وبناتها، كنت انا تانيت بولادي الله يبارك اختي. المهم الدنيا كانت معمره هكذا يا محبينا نعمروا عليها الدار كيما راكو تشوفوا، حبينا كيما نقولوا ما خلوهاش وحدها باش هاد المناسبه ما تحسش باللي راهي وحدها كيما مدارين حنا عمرنا ولا هكذا يتفارقنا، دائما يد واحد وقلب واحد. مي واش عليه خياتي هكذا في المناسبات، انا وحده من الناس صراحه نحب هذاك الموسم نجوزو في داري، اي موسم كان نحب نجوزو في داري، ولكن حسيت انه الضروره تقضي اني نروح نجوز الموسم هدايا مع اختي، ورحنا وضحكنا وكما نقولوا قصرنا ونحينا على خاطرنا. حتى هذاك الانسان كي يكون وحده على بالكم يتجبدوا غير هذاك الحزن ويقعد يخمم غير في الحاجات السلبيه، ولكن على بالك هذا هو لك دري صغير كي يكون يقفز هكذايا في الدار حيدير لك هذيك البهجه، معناتها نسيو قد ما نقدروا نحيو لهذاك الانسان الحزن تاعو، لو انك كي تروحي لدارك ويقعد وحده ويتغلق هذاك الباب عليه حيعاود يتفكر كلش. هذا الشيء راهو باين بلا ما نهضروه، حاجات ما يتنساوش لو كان يجوز عليهم سنين ومنين، ماهمش رايحين يتنساو، هذا شيء مفروغ منه. ولكن عندنا ظروف لازم نتجوزوها، عندنا وليداتنا لازم نوقفوا عليهم، واش انا رايحين نديرو، ما عندنا ما نديرو. المهم ربي ان شاء الله يقدرنا هذا ما كان. كما راكو تشوفوا هنايا البنات راهم كل وحده واش راهي دير، اللي راهي تخدم الشغالات تخدم اللي ترتب، يعني ماذا بينا كي كنا هذاك الماكله نطيبوا فيها درنا هنايا تختوخه، ماذا بينا كل حاجه الا طاح هكذا ماعون انا رايحين نغسلوه ونرجعوه لبلاصتو، يتنشف يتخبى باش ما توليش هذيك الكوزينه فوضى عالمه، نحيروش انا رايحين نديرو. طابت هنا تختوخه قطعناها كما راكو تشوفوا هكذايا بالمقص، يجي الشكل تاعها مميز وتجي قريب كامل قد قد، ما تجيش فتاته كبيره فتاته صغيره. المهم هذيك الشريبه ثاني طابت، شلاضه راهي واجده، والدجاج منايا حمرناه في هذه الاكياس اللي راكو تشوفوا فيه باش نزيدو نقليو هذوك لي فخيت
على بالكم دراري هذاك واش يحبوا، الله يبارك هاد وليداتنا، هادو هما الحاجات اللي يحبوهم قد ما بالك حنا نحبوا هاد لي بلا تراديسيونال ولا، ولكن ولادنا يحبوا غير الحاجه ملي قعدوهم واش طابت الماكله، مازال غير يدو يروحوا يولوا بسلامتهم. ربي يحفظهم ان شاء الله من كل سوء، ربي يحفظ لكم ولادكم من كل سوء وتشوفوهم ان شاء الله في اعلى المراتب. المهم كما راكم تشوفوا طيبنا هذيك الماكله تاعنا، هنا رانا نقليو في البطاطا قريب نحطوا هذيك الطابله تاعنا باش نجوزوا نتعشاو. كما نقولوا كنا هذيك اللمه الكبده ما وما لمت كما يقولوا هكذا، يا خصت ميمتي العزيزه بصح كانت مجوزه الموسم هكذا في دار خويا واش عليها، ربي يحفظهم ان شاء الله من كل سوء هما تانيت. هنا كما راكم تشوفوا درنا شويه تاع السيرو، درنا له بريجات تاع النعناع وبرج تاع القارص هكذايا باش يعطينا الريحه تاع لامونت هذيك في وسط هذاك الليمون، يجي بزاف بزاف بنين يعني الكو تاع سيترون تاع السيرو هذاك. عاملك هذوك الدجاجات طابو شغل كيما تاع الزنقه، طابو ما شاء الله. البنات راهم يوجدوا في هذوك طوابل باش نجوزو نسقيو هذيك المرقه تاع التختوخه، شريبه تاعنا تاني شريبه فريك جات هايله هايله، كي نقول لكم جات تقولي عسل، تقولي تقرا عليها هاد الشربه جات هايله. المهم حطينا طوابل هكذايا شحال من طابله، ما كناش في طابله واحده باسكو الله يبارك كان الغاشي ولادنا الله يبارك هادوك وحنايا الكبار ماشي تاع اللي ترفدهم حاجه واحده. المهم لا ويغسل في الاخر لماعنا ويغسل واللي راهو يخمل فيها دوك طوابل يخمل، حاشاكم اللي عاود جوز نشاف يعاود يجوز نشاف وهكذا. واللي راهم يطيبوا البنات في المايس، ايناس الشابه راهي مع المايس ربي يحفظها تانيت، طيبت المايس وطيبت لاتاي هكذا باش نجوزو نحطو هذاك لاتايات تاعنا، معناتنا راهو مغسولين كل حاجه راهي في بلاصتها باش هكذا كي نقعدو يعني كي يكونوا معنا راهم مغسولين في الطرف، في الطرف ما ناش حنتقلقوا معناتها راهو كلش منظم ولاباس عليه. جزنا من بعد باش نوجدو هذيك الطابله تاع السهره تاعنا، يعني كل حاجه هكذايا نفرغوها في بلاصتها البنات، يعني ما ينخافوش البلاصه اللي فيها العواتق كامل ما تخافوش، كي يخلص لنا حنا شويه والله ما نلحقوا يعني باش نعياو ولا يخلص لنا هذاك ليسونس كيما مداريه نقول لكم، باسكو المعاونه تغلب سبع. اي انسان عنده اللي يعاونه هكذا ما راهوش رايح كيما نقولوا يتعب بزاف ولا راهو رايح يخرج هذوك كيما يكون وحده، خطرات يجي هذاك الضيف ويخدم واحد والدنيا كامل قاعده، وعلاش هذه في حق من يعني ماشي حق مليح كي يروح هكذايا الانسان. صح كاين بالك ضياف براويه ما يقدروش يدخلوا هكذا الكوزينه، ولكن كاين ناس هكذا يقدروا يدخلوا ولكن ما يحبوش يرموا يدهم يقعدوا يشوفوا برك ياكلوا وانت تخدمي وتحطي وتنوضي تغسلي الماعن وهما يخزروا فيك، الله يعطينا من خواطرهم هذا ما كان. المهم البنات راهم يوجدوا هكذا في طوابل، شوفوا قطو بس بس تاع مروه من هيك راهي لي تعرفوا اللي خدم شغل خدمت معاه، اللي طيب طيب طيبت معاه، اللي عجن عجنت معاه، كل واحد دارت معاه حاجه يعني قلبها كان معلق خدمتهم كامل. هما ربي يحفظهم سوا خالتها ولا بنات خالتها ولا حتى ولا حتى هكذايا بنات خالتي كامل يقولوا لها مروه ما تزعفيش برك خلاص اللي حبيتيها ديريها، تولي كل وحده هكذايا واش تعطيها. المهم كما راكم تشوفوا هنا جزنا نرونو هذيك الطمينه تاعنا، لازم هذيك الطمينه تكون حاضره. شوفوا خياتي هنا بحاجه بين درنا هذاك العسل ودرنا هذيك الزبده، هذاك الدقيق تحمص هكذا كما راكم تشوفوا فيه شباب. كاين بزاف اخوات يقولوا لي يا نوال نشرو دقيق وما يخرج لناش شباب، اسكو نفوروه ولا ما نفوروش؟ ونحب دائما نجاوبكم على هذا السؤال، انا عامري في حياتي ما فورت الدقيق، بصح كاين الناس يفوروه ويخرج لهم مليح، لكن نحكي انا على طمينتي، لا حبيتو طمينتي انا جامي فورتو وما نفضلوش نفور، نحب هكذا يكون هذاك الدقيق المتوسط اللي في الرقيق، ماشي الدقيق المتوسط اللي في الخشين اللي نقدروا نديروا فيه نديروا به المقروط. انا كاين باسكو تاع الباكي اللي جاي في الرقيق وكاين اللي جاي في هذاك الخشين، انا ما نحبش هذيك الطمينه اللي تقعد تغزغز، نحبها هكذا معسله الله الله، ونحبها تكون شغل ماشي مرمله بزاف تجي هكذاك حرشه في الفم. وهكذا ثاني كم ملاحظه، كي تلونوا هذيك الطمينه تاعكم خلوها هي لو كان 5 دقائق داخل الكاسرونه، عاودوا خلطوها تخليطه زوج باش تفرغوها، باسكو تكون هكذا شويه سائله كي نفرغوها سيغ بلاص تقعد هكذاك شويه ليكيد، ولكن الا درناها شغل تنشف شويه داخل الكاسرونه كي نفرغوها حتكون هكذايا في لي نورم، حيجي هذاك الكيل تاعها جوست جوست كما راكم تشوفوا الحلاوي هذا واش يحبوه هكذاك الدراري صراحه. والله العظيم غير
شغل هكذا، كي تفرحي هكذا وليدات صغار، ولكن تلموا على هذيك الطابله الدنيا وما فيها. شغل حتى حنايا تاني، شغل اي انسان ماشي غير حنايا، اي انسان يحب هذيك اللمه ويحب خطرات يخرج من هذاك العالم كامل تاع الضغوطات اللي يكون فيه. المهم لو كان هكذا بحاجات بسيطه يقدر يكون هذاك الانسان فرحان ويكون يضحك. انا واحده من الناس كي نكون مع الناس اللي نحبهم الدنيا باللي فيها. المهم كملنا السهره تاعنا كما راكم تشوفوا، وقعدنا صورت لكم شويه شويه. غدوه نزيدو تاني تنشاركوا نهار كومبلي واش درنا فيه من الصباح حتى العشيه، وان شاء الله راهو رايح يعجبكم. استناوني ان شاء الله في الجزء الثاني بحول الله، نزيد نشارككم تاني كما قلت لكم هذيك اللمه العائليه تاعنا. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاعنا اليوم، وان شاء الله يكونوا خديتوا هذوك النصائح تاعي بصدر رحب. على بالي انا ما نحب نتدخل في امور حتى واحد، ولكن نحب هكذا ينشارك عقليتي ولا نشارك كيفاش نفكر مع المتتبعات تاعي. فيديو تاعي خياتي تاع نهار اليوم خلاص، ان شاء الله يكون عجبكم المحتوى تاعو. استناوني في فيديو الغد بحول الله. دوكاتيك معليا غير نقول لكم تهلاو في روحكم، تهلاو في صحتكم، تبقاو على خير يا وجوه الخير.